تعرف الصحافة بمهنة المتاعب، لكن متاعبها ومصاعبها تزداد أكثر بالمناطق الجنوبية، فقسوة المناخ وبعد المسافات لم تمنعهم من تغطية جميع الأحداث، حيث أصبحت حركة الكاميرا بمختلف الشوارع تشكل بوصلة تتجه صوب كل صغيرة وكبيرة. ظروف الصحفي صعبة بزاف، خاصة في التنقلات، لأنه بالنسبة للجنوب خاصة في الصيف، الصيف احنا في ولاية ورقلة يصح 6 شهور. معاناتي مع الحصول على المعلومة في ظل تحول معظم هياكل الإعلام على مستوى المصالح الولائية أو المديريات التنفيذية والسلطات المحلية إلى مجرد هياكل بدون روح. أنا من هذا المنبر يعني نطلب إعادة النظر في يعني عمل الصحفي بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، عمل المراسل على مستوى ولاية الجنوب، يعني توفير إمكانيات أكبر. ولم يكن الحال مختلفا لدى المواطن الذي يرى أن حل الكثير من القضايا تعلق بتسليط الضوء عليها من قبل الإعلام وأداة ضغط على إخفاقات المسؤولين. أنا بالنسبة أنا في ورقلة هنا الانشغال تاعنا دوك احنا الحاجة الوحيدة اللي نقربوا بها هي الصحافة، ما عادش عندنا دوك احنا الحاجة اللي توصلنا كيما نقولوا توصلنا الانشغالات على الصحافة، عندنا مشكل مثال مع رئيس بلدية ولا حاجة ما قاش تروح أي إدارة دوك تلقاها مغلوقة في وجهك. لتبقى الصحافة مهنة المتاعب وعالم إنساني مثير وهمزة وصل بين المواطن البسيط والمسؤولين.